الأخ عبد العزيز الغامدي أرسل رسالة يقول: أريد أن أتوظف في شركة، وصاحبها يقول: سأوظفك وأعطيك راتب ولكن لا تداوم، هل الراتب الذي سأخذه حلال؟ هذه مشكلة الحقيقة، وهي ما يعرف بالسعودة الوهمية أو التوطين الوظائف الوهمي، وهو أن يتفق مع مجموعة من الأسماء أن تعمل عندهم بمقابل مالي. إذا كان هذا يأخذ من الدولة، من صندوق الموارد أو دعم الموارد البشرية مالا، فهنا لا يجوز، لأنه هو يأخذ من الدولة مالا مقابل توظيفك، والدولة تقصد أن تتوظف وتعمل بعمل، وأنت الآن تأخذ وأنت في بيتك ولا تقوم بعمل، وهي بطالة مقنعة، لأنه هذا لن يدوم ولن يحقق المقصود الذي تسعى إليه الدولة من توطين الوظائف وشغلها بالشباب العاطل. أما إذا كان هذا من قبل نفسه، فهنا أنا عندي توقف في هذه المسألة. نعم. لا أستطيع أن أقول حرام أن تأخذ، ولكني أقول إن في هذا نوع من المخالفة للمقصود من النظام. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. حتى نكون الأقرب إليكم، تابعونا على موقعنا الإلكتروني، كما نسعد بتواصلكم معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وأيضا على تويتر، وبإمكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب.